السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الثاني المندرج في الأسبوع الثاني من الوحدة الثالثة، وسائل الاتصال والتواصل، المرجع المنير في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذا نبدأ على بركة الله، أذكر بعد وسائل الاتصال والتواصل. إذا بعد وسائل الاتصال والتواصل التقليدية، الحمام الزاجل، دخان النار، النقش والنحت على الصخور، البريد، التلغراف والفاكس. إذا بعد وسائل الاتصال، والتواصل التقليدية، الحمام الزاجل، دخان النار، النقش والنحت على الصخور، البريد، التلغراف والفاكس. إذا ألاحظ وأتوقع، ألاحظ صورة الهاتف وأذكر علاقة بالأصابع. إذن صورة الهاتف الظاهري في الصورة تعمل بالضغط على الشاشة باستعمال الأصابع فقط. إذا صورة الهاتف الظاهر في الصورة تعمل بالضغط على الشاشة باستعمال الأصابع فقط. إذا انطلاقا من العنوان والصورة أتوقع موضوع النص. أن يتحدث النص عن الهواتف الذكية ومدى التطور الذي عرفته عن سهولية استعمالها. ثقافة الأصابع. نظمت إحدى الجمعيات الثقافية في دار الشباب بحينا ندوة حول أضرار الهاتف المحمول ومنافعه. نشط الندوة كل من عادل ووفاء وصفاء بصفتهم أعضاء في اللجنة الثقافية. بدأ عادل عرضه بتقديم حول صناعة الهواتف المحمولة قائلا: انتشرت الهواتف المحمولة انتشارا واسعا في العالم، وقد ساهم التقدم التكنولوجي في الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين وبعض الدول الأوروبية في تطوير المنتج. فقد أصبحت الهواتف صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، سهلة الاستعمال، قليلة استهلاك الطاقة. أضافت وفاء: إن من إيجابيات هذه الهواتف أن الجميع أصبح يستخدمها دون تمييز، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، متعلمين وغير متعلمين، وبذلك سهلت حياة الإنسان نظرا للمعلومات المباشرة والسريعة والمواد التعليمية والترفيهية التي تقدمها. أضاف عادل: إن التواصل بيننا أصبح تواصلا إيجابيا، حيث ساعدنا الهاتف على ملء أوقات فراغنا وبناء علاقات جديدة وتحسين معرفتنا في جل القضايا التي تهم الإنسان. ردت عليهما صفاء: صحيح ما تقولان، للهاتف المحمول مزايا كثيرة، فهو يتيح بتطبيقاته المختلفة عدة خدمات، وصحيح أيضا أن استعماله في متناول الجميع دون الالتزام بالموقع المكاني الذي يفرضه الهاتف الثابت، كما أنه يسمح لنا بالرد على المكالمات بالرسائل الصوتية أو الكتابية القصيرة في ظرف وجيز. لكن يا أصدقائي، ألا تعلمون أن لهذا الهاتف سلبيات عديدة؟ أليس هو من تسبب في العزلة بين أفراد الأسرة؟ أليس في استعماله المفرط مضرة لصحة الإنسان؟ وأن الإدمان عليه يؤثر على بعض واجباتنا الأساسية. نظرت وفاء إليهما ثم قالت: إن الهاتف المحمول بريء من تهمة الأضرار التي ذكرتها يا صديقتي وفاء، فالإنسان هو الذي يبالغ في استعماله على حساب عمله أو دراسته، وهو الذي لا ينظم وقته في توظيفه، وهو الذي يستخدمها أثناء السياقة وأثناء وجبات الأكل وأثناء الجلسات مع العائلة.
إذن فمن المسؤول عن هذه التصرفات؟ هل الهاتف المحمول أم الإنسان؟ تدخل عادل بهدوء: اللوم ليس على الهواتف المحمولة بل على من يستعملها بشكل سيء، فالهواتف المحمولة أصبحت تصاحبنا في كل الأوقات وتلازمنا في كل الأمكنة، وعلينا أن نحسن استعمالها. لقد غدت ثقافة الأصابع مصدرا مهما في كل اتصالاتنا عبر هذا الاختراع العجيب، لذلك لا يمكننا أن نعيش بمعزل عن العالم. وحتى يكون استعماله إيجابيا علينا أن نغير سلوكنا. طريق التأليف: إذن أغنية رصيدي، أكمل الجملة الآتية بالصفات المناسبة: شاشة هاتفي تفاعلية، برامج هاتفي كثيرة ومختلفة، حجم هاتفي صغير. إذن السؤال الثاني: أبحث عن عائلة كلمة محمول. إذن محمول حمل، حامل، حمل، حمولة. إذن حمل، حامل، حمل، حمولة. أفهم أحلل: أحدد موضوع الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية ومكان انعقادها. إذن موضوع الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية عن أضرار الهاتف المحمول ومنافعه: المكان دار الشباب. إذن موضوع الندوة التي نظمتها الجمعية الثقافية عن أضرار الهاتف المحمول ومنافعه: المكان دار الشباب. أضع علامة في الجواب الصحيح. من أسباب انتشار الهواتف المحمولة: الثمن الرخيص، التقدم التكنولوجي، كثرة المصانع. إذن من أسباب انتشار الهواتف المحمولة هو التقدم التكنولوجي. أملأ الجدول بما يناسب: إيجابيات الهاتف المحمول وسلبيات الهاتف المحمول. إذن إيجابيات الهاتف المحمول: استعماله من طرف الجميع صغارا كبارا أغنياء وفقراء، معلومات مباشرة وسريعة، تقدم مواد تعليمية وترفيهية، ملء أوقات الفراغ، علاقات جديدة وتحسن المعرفة في كل شيء، تطبيقات مختلفة، الرسائل الصوتية والكتابية. أما بالنسبة لسلبيات الهاتف المحمول: العزلة بين أفراد الأسرة، الاستعمال المفرط يضر بالصحة، الإدمان على استعماله يؤثر على واجباتنا الأساسية. إذن إيجابية الهاتف المحمول: استعماله من طرف الجميع صغارا وكبارا أغنياء وفقراء، معلومات مباشرة وسريعة، يقدم معلومات تعليمية وترفيهية، ملء أوقات الفراغ، علاقات جديدة وتحسن المعرفة في كل شيء، تطبيقات مختلفة، الرسائل الصوتية والكتابية. أما بالنسبة لسلبيات الهاتف المحمول: العزلة بين أفراد الأسرة، الاستعمال المفرط يضر بالصحة، الإدمان على استعماله يؤثر على واجباتنا الأساسية. السؤال رقم 4: أحدد الشخصية الأكثر إقناعا في الندوة وأبين سبب ذلك. إذن الأكثر إقناعا في الندوة هي وفاء، لأن كما قالت فالهاتف بريء من كل التهم الموجهة إليه، لذا يجب الالتزام بحسن استعمال الهاتف لأن الإفراط فيه يؤدي إلى نتائج سلبية. أعيد قراءة النص وأبرز الأسباب التي تجعل الإنسان عاجزا عن التخلي عن الهاتف المحمول. إذن الأسباب التي تجعل الإنسان عاجزا عن التخلي عن الهاتف المحمول: سهولة الاستعمال، توفره على مواصفات مناسبة، فوائده التعليمية والترفيهية، تسهيل عملية التواصل، كثرة معلوماته، تنوع تطبيقاته. إذن الأسباب التي تجعل
الإنسان عاجزا عن التخلي عن الهاتف المحمول، سهولة الاستعمال، توفره على مواصفات مناسبة، فوائده التعليمية والترفيهية، تسهيل عملية التواصل، كثرة معلوماته، تنوع تطبيقاته. أركب أو أقوم، ألخص النص شفهيا. إذا نظرا للتطور التكنولوجي الكبير الذي عرفه الهاتف المحمول، نظمت إحدى الجمعيات ندوة حول أضرار ومنافع الهاتف المحمول، شارك فيها كل من عادل ووفاء وصفاء. بدأت الندوة باستعراض أهم الأسباب التي أدت إلى الانتشار الكبير للهاتف المحمول عبر العالم، ثم ذكر إيجابياته وسلبياته على الفاضي. وفي ختام الندوة دعت الحاضرين إلى حسن استعمال الهاتف المحمول وتغيير سلوكهم نحو هذا الاختراع العجيب. إذا نظرا للتطور التكنولوجي الكبير الذي عرفه الهاتف المحمول، نظمت إحدى الجمعيات ندوة حول أضرار ومنافع الهاتف المحمول، شارك فيها كل من عادل وصفاء. بدأت الندوة باستعراض أهم الأسباب التي أدت إلى الانتشار الكبير للهاتف المحمول عبر العالم، ثم ذكر إيجابياته وسلبياته على الفرد. وفي ختام الندوة دعت الحاضرين إلى حسن استعمال الهاتف المحمول وتغيير سلوكهم نحو هذا الاختراع العجيب. أبحث عن الفرق بين الهاتف المحمول والهاتف الثابت. إذن الفرق بين الهاتف المحمول والثابت، الهاتف الثابت مكانه المنزل ولا يمكننا نقله معنا إلى أي مكان، والشخص الذي تحدثه تسمع صوته فقط، بينما الهاتف المحمول خفيف الوزن ويمكن حمله معنا إلى أي مكان، كما يمكننا استعماله كآلة تصوير وأيضا كآلة للتواصل مع أشخاص في أي مكان في الكرة الأرضية صوتا وصورة. إذا الفرق بين الهاتف المحمول والهاتف الثابت، الهاتف الثابت مكانه المنزل ولا يمكننا نقله معنا إلى أي مكان، والشخص الذي نحدثه نسمع صوته فقط، بينما الهاتف المحمول خفيف الوزن ويمكن حمله معنا إلى أي مكان، كما يمكننا استعماله كآلة تصوير وأيضا كأداة للتواصل مع الأشخاص في أي مكان في الكرة الأرضية صوتا وصورة. السؤال الثالث، أعبر عن رأيي حول استعمال الهاتف المحمول. إذا للهاتف دور مهم إذ يقوم بتقريب المسافات وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع. للهاتف دور للهاتف المحمول، سأضيف المحمول، دور مهم إذ يقوم بتقريب المسافات وتقوية العلاقات بين أفراد المجتمع. استخلص مغزى النص. إذا مغزى النص، القدرة على تغيير سلوكنا تجاه الاستخدام السليم للهاتف المحمول، القدرة على تغيير سلوكنا تجاه الاستخدام السليم للهاتف المحمول. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.